يقول السائل: امرأة أحرمت ولكن نزل منها سائل أبيض قبل أن تطوف، وبعد الفراغ من مناسك العمرة بساعتين نزل عليها دم الحيض، فهل تصح عمرتها؟ ما دام نزل عليها أول الحيض، السائل الأبيض هذا أول الحيض، فعمرتها غير صحيحة. إذا طهرت واغتسلت تؤدي العمرة، تبقى في إحرامها، تبقى في إحرامها، فإذا انقطع الدم واغتسلت تؤدي العمرة، وما فعلته غير صحيح لأنها فعلته في مدة الحيض. نعم.